تمام. عايز اسالك برضو لان انا عارف ان انت كان ليك تعامل خاص في الموضوع ده. محمد الشناوي اخطا في مباراه بيراميدز وخسرنا نقطتين في مباراه الدوري. محمد الشناوي بعد المباراه بسم الله ما شاء الله كمل بشكل رائع جدا لغايه لما وصلنا المباراه النهائيه، وكالعاده الحقيقه له دور كبير جدا في فوز النادي الاهلي. التعامل كان ازاي في الوقت ده تحديدا؟ بص يا كابتن، احنا تعاملنا ان الموضوع ولا كانه موجود. بمعنى عادي ان ده خطا بيحصل لكل حراس المرمى في العالم كله يعني. ولو احنا ركزنا في كل لعيب في اخطائه يبقى انت هتلعب ب 90 تشكيل طول الموسم يعني. زي برضو الاوقات اللي بتلاقي اللعيب مثلا مش في احسن حاله فنيه، لو انت ما ساعدتوش طب هتساعده امتى؟ هتقف جنبه امتى؟ لما واحد زي الشناوي ما شاء الله من الناس اللي ليها بصمات كبيره جدا في كل البطولات اللي النادي الاهلي الفتره الاخيره حققها يعني، مش فنيه بس، فنيه وقياديه.